يحييكم الدكتور قرواش ورحلة جديدة إلى قبالة في هذا الباص الجميل المرسيدس، وكانت هذه أول محطة بعد نص ساعة من الانطلاقة 220 كيلو من العاصمة باكو، فكان هذا المكان مع الشركة المميزة. هذه هي الشركة وهذا الباص 220 كيلو. Thank you فدان، Thank you سمير، Thank you حيدر من الشركة هذه. طبعا هذا كبتشروا الشاشة، اللي حاب يروح مع الشركة يتعامل معهم واتساب، وأمورك طيبة إن شاء الله. وصلنا لثاني محطة، هذه ثاني محطة شهر يناير 2023. كانوا معنا سواح من الهند، وكانوا سواح معنا من أوكرانيا في هذا الباص الجميل، يودون أكثر من مكان. فهذه هم السواح أصدقائنا في السفرة. مشينا إلى صومعة أو مسجد، أنا أقول صومعة، هم يقولون مسجد، فأنا أشوفه هذا مكان صغير كصومعة. The half of his name is seen on the second floor. His name is Ustad Haji in the Farsi language. Ustad Haji. Yeah. And also here you will see the first floor. There is the praying room. Okay. People coming here pray to the side where the window is located. The window located to this side so to show the where is the. هذه ثاني أو ثالث محطة، مسجد الجمعة. هذا المسجد أعيد ترميمه من أول وجديد في 2003. له قصص كثيرة مكتوبة وبصورها لكم، بإمكانكم تشوفون قصة هذا المسجد. طبعا هاي ثالث محطة من الرحلة، هذه قصة المسجد. ممكن تكبترون الشاشة وتقرون من متى مبناي وشو الأشياء اللي طافت على هذا المسجد. طبعا مسجد جدا ضخم كبير وقديم، ويعتبر محطة زيارة ممتازة. إذا شفتوا المحراب، هذه شركة تركية، والسقف شركة إيرانية، عملوا المحراب والسقف بالمجان. هذا هو المسجد أمامكم. خلصنا طبعا المسجد في هذا الباص الجميل، وكملنا الرحلة إلى النقطة الثالثة بين الثلوج الجميلة. رحلة تستحق الزيارة. وصلنا إلى محل بيع العسل وأشياء جميلة في المحل. طبعا عندهم بعض الشغلات توقف تشتري، ما عندهم غير كاش، الفيزا ما تمشي، يستخدمون دولار ويستخدمون العملة الأذربيجانية اللي اسمها مانات. هذا قدامكم المحل الجميل، في صابون بالعسل، في عسل أنواع، في بقلاوة، في مكسرات، في أشياء حلوة. أنا اشتريت من عندهم بقلاوة كانت جدا جميلة. المحطة الرابعة، وقت الغداء في هذا المكان. تغدينا في غرفة مغلقة، طبعا في الصيف ممكن تتغدى في هذه الأماكن، في هذه الكبائن. جابوا لنا الرز باللحم، ويسألونك شو طلبك، دجاج أو لحم، ويجهزوا لك أكلك اللي أنت تحبه. خلصنا المحطة الرابعة، وصلنا إلى المحطة الخامسة في الرحلة، فكانت قبل قبالة. هذه المحطة فيها محلات جميلة، المحلات اللي موجودة على البحيرة. هذه تعتبر زيارة أكبر بحيرة تقريبا في أذربيجان. تقدر تجلس، تقدر تشرب كوفي، تشرب شاي على هذه البحيرة الجميلة. طبعا هذه كلها من ضمن الرحلة، كلها بالمجان. الرحلة اللي خذناها اللي قلت لكم، كبتروا الشاشة وتواصلوا مع الواتساب. طبعا هذا أحد المنتجعات على البحيرة. فأخذنا لفة وصورنا في الثلوج، وصورنا مع القلب. بإمكانك تصور مع القلب. هذا الفريق الهندي اللي معانا صوره وحرمته. فاستمرت الرحلة في هذا المكان الجميل. تمشينا قرابة 40 دقيقة، تمشينا وصورنا، وبعدها انطلقنا إلى النقطة اللي بعدها. وصلنا إلى قبالة بجانب هذا المنتجع. هذا من أكبر المنتجعات في قبالة، بالقرب من التلفريك.
شوفوا الثلوج كيف في شهر واحد، منظر جميل وسعر معقول اللي بيوصل إلى هذا المكان. تصوروا 200 درهم يوصلونك في باص مع غداء مع زيارة 5 أماكن ومع التلفريك بالمجان، ترى ركبون التلفريك على حسابهم بعد في الرحلة هذه الجميلة. الشارع إلى قبالة فيه شوي تكسيرات، يعني الشارع مش مستوي قبل قبالة بنص ساعة، ولكن الأمور طيبة فاستمتع في أي مكان. فهذه هي قبالة، هنا الثلوج، بإمكانك استئجار دراجات ثلجية، توجد كوفيات بالقرب من التلفريك، فهذه العربات طبعا مفتوحة حق الناس اللي بتتزلج والمغلقة للسواح والناس اللي ما بتتزلج. طبعا ركبنا عبارة عن محطتين، هذه المحطة الأولى وفي محطة ثانية إلى الأعلى، فكانت هذه الأولى. وصلنا المحطة الثانية، نحن على ارتفاع ما يقارب 1900 نقول 2000 متر عن سطح الأرض. تقدر تاخذ بورد وتتزلق، تقدر تاخذ العصي وتتزلج، أسعار جدا زهيدة مش غالية الأسعار. وحصلنا ما شاء الله عوائل من السعودية ومن الهند ومن كذا دولة خليجية موجودين على أعلى التل الجميل. هذا المكان الجميل تقدر تاخذ لك يوم كامل. طلعنا طبعا من الساعة 8 إلى الساعة 8 مع الشركة، تقدر تواصل معها واتساب أو تواصل معي على الخاص أو على السناب شات، بعطيكم رقم حيدر، إنسان خلوق ومحترم وبيضبط لكم كل شيء موجود. هنا الثلوج، هذا المطعم على أعلى التل، بإمكانك تأكل بقلاوة، تتغدى، تتعشى في هذا المكان الجميل الدافئ. شوفوا هنا شباب ما شاء الله، شباب هذيل من السعودية، شوف كيف تزلقون وربعهم طبعا لازم شوية مقالب ما شاء الله، شوفوا كيف. فبإمكانك تأخذك البورد هذا نفس الصحن وتزلق فيه. هنا قبالة، هنا الثلوج، تبعد عن الإمارات أو عن الخليج 2:50 طيران في هذا المكان الجميل، صراحة تستحق الزيارة. لو يوم واحد من 8 إلى 8 ب200 درهم مع وجبة غداء مع تلفريك مع 5 مناطق بإمكانك تزورها. رجعنا وصورت لكم بالسريع، شوفوا التلفريك كيف نازل، هذا تصوير سريع إلى المحطة الثانية قبل المحطة الأولى اللي عندها انطلقنا منها، فكان هذا التصوير. خذنا القطار الثاني، وصلنا إلى أقل نقطة في قبالة بالنسبة للجبل، فرجعنا. أتمنى بأن الفيديو عجبكم، أي سؤال عندكم على السناب ممكن أتواصل معاكم، وشكرا الشركة على هذه الرحلة. ورجعنا إلى مطار باكو، تحياتي لكم جميعاً.